يتساءل البعض عن معنى الأكثر تأثيراً، كيف يكون الأدب الأكثر تأثيراً؟ وأعتقد أن المعنى واضح في أن المقصود هو الأدب الأكثر شيوعاً والأكثر تغلغلاً في حياة الناس. هذا الأدب هو لما تسعى الجائزة إلى تشجيعه بأن تدعمه بجوائزها المختلفة، بتحويله إلى أعمال سينمائية. وقد احتشد لهذه المهمة عدد كبير من الخبرات كما تلاحظون في المجالات الأدبية والفنية وفي الإنتاج وفي الإخراج، وهذا هو ما إن شاء الله سيؤدي إلى نجاح هذه الجائزة. إدارة الجائزة كما تلاحظون، طبعاً مؤسس الجائزة معالي المستشار، وأنا والأستاذ عبد الله بن بخيت في إدارة الجائزة، ومعنا أعضاء لجنة التحكيم التي تشمل أسماء كبيرة ومهمة في حياتنا الثقافية. لن أعدد الأسماء لأن أقرأها هي أمامكم. هناك أيضا أسماء لجنة الفرز التي تتلو، وتلاحظون أننا أمام تنوع في الخبرات، المخرجون، النقاد، المنتجون. وهنا أعضاء لجنة الفرز، هذه اللجنة التي ستتولى في البداية عملية تنقية أو تصفية الأعمال قبل إرسالها إلى لجنة التحكيم، وهي تتألف من أسماء مرموقة في عالم الأدب والكتابة والإنتاج السينمائي والإخراج. هنا مسارات الجائزة. تتنوع الأعمال الأدبية في هذه المسارات الست. لدينا الجوائز الكبرى، ولدينا المسارات الثمانية للرواية وسيأتي تفصيلها. هناك جائزة للناشرين العرب، وجائزة السيناريو، وجائزة لأفضل عمل روائي مترجم، وهذا هو الذي سيفتح الباب على العالمية، حيث أننا سنكرم عملاً مترجماً من الآداب العالمية. وهنا جائزة الجمهور، وهذه جائزة أيضاً فريدة تنضم إلى سلسلة الجوائز، سيأتي الحديث عنها بعد قليل. أولاً لدينا الجوائز الكبرى. جوائز مجموعها 740 ألف دولار، ولكن الحقيقة أن هذا الرقم ليس هو الجائزة الحقيقية أو كل الجائزة، لأن هناك إنتاجاً للأعمال السينمائية للأعمال الفائزة. فالإنتاج كما تعلمون يكلف الكثير، وهو قيمة مضافة لهذه الجوائز. فستنتج أربعة أعمال سينمائية. الجوائز الكبرى أعلن عنها، كل هذا أعلن عنه حقيقة، لكن أنا استعرضه الآن للتذكير. المركز الأول 100,000 دولار، والمركز الثاني 50، والمركز الثالث 30. الأفلام ستنتج من العملين الأول والثاني، ويحدث ذلك أيضا في جائزة السيناريو، حيث يحول المركز الأول، العمل الفائز بالمركز الأول والثاني، إلى أفلام سينمائية. هنا الثمان جوائز. هنا لدينا مسارات، ثمان مسارات، كل مسار تكرم فيه رواية فائزة، رواية في التشويق والإثارة، رواية في الغموض والجريمة، الرومانسية، الفانتازيا، الكوميديا، التاريخ، الرعب، الواقعية. هذه المسارات الثمان ستكرم أيضاً بجوائز قيمة. بالنسبة للرواية المترجمة التي أشرت إليها قبل قليل، يلاحظ أن هناك جائزة كبرى قيمتها 100,000 دولار، وجائزة للناشرين العرب، وأخرى جائزة الجمهور. ويتساءل البعض كيف الجمهور سيصوت أو كيف سيتدخل. في موقع الجائزة سيكون هناك فرصة للجمهور ليختار عملا من القائمة الطويلة التي سيعلن عنها في حينه.
وهذا طبعا سيشرك عدد كبير من الجمهور في هذه العملية لكي لا تغدو حكرا على فئة معينة من فئات المجتمع. مراحل الجائزة: تنطلق الجائزة كما تلاحظون حسب التواريخ المشار إليها، وهناك فترة للتقديم. أعتقد أن الكثيرين تهمهم هذه المعلومات وسألوا عنها كثيرا، وأعتقد أن وضوحها للجميع مهم جداً.